فاز فريق رجاء الرياضي على الجيش الملكي في ذهب الكلاسيكو الذي أقيم بمدينة مراكش. فكيف يا ترى ستكون نتيجة الكلاسيكو في مقابلة الإياب التي ستجرى اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط؟ كل الاحتمالات ممكنة. الجيش الملكي الفريق المستضيف يحتل الرتبة السابعة ب 24 نقطة مع مقابلة ناقصة، والرجاء يحتل الرتبة الثانية ب 28 نقطة مع ثلاث مقابلات ناقصة. إذا فاز الجيش سيحتل الرتبة الثالثة إلى جانب اتحاد طنجة ومولودية وجدة، وسيصبح له 27 نقطة، وسيقوي حظوظه للفوز بإحدى المراتب المتقدمة التي تخول له اللعب في إحدى البطولات القارية. وإذا حدث وفاز الرجاء فسيقترب من متصدر البطولة الوداد الرياضي، سيصبح له 31 نقطة مع مقابلتين ناقصتين. وإذا تقاسم الفريقين النقط فإن الوداد سيكون أكبر المستفيدين. فمن ترشحون للفوز بالمقابلة؟